كما كتشوفوا معنا اخوتي العاصفة مباشرة من مدينة قلميم من الكورنيش تماما. ما ان شاء الله ما ان شاء الله. السلام عليكم باش تكونوا واضحين. عاصفة مجهدة تبارك الله تبارك الله تبارك الله. حاليا اخوتي كنتواجدوا في الكورنيش تماما. عفوا كنغطي لكم كنحاول نغطي الكاميرا باش تكتشفوا كل شيء. تبارك الله ما ان شاء الله ما ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا اخوتي اجواء في مدينة قلميم عاصفة مجهدة. كنتمنى الشتاء ما تخلي الكاميرا. ويلي 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 مجهد بزاف. صراحة اخوتي الشتاء دست واحد العاصفة هنا مجهدة. شوف اخوتي شنو درت في الكورنيش كما كتشوفوا. شوف وباقي مجهدة هي باقي كاينة باقي ديك العاصفة مستمرة. كنحاول يبان لكم كل شيء. غمرت بالكاميرا باش نصور لكم هاد العاصفة. والأجواء ديال الشتاء ديال العاصفة. ناري عافين كنت واجد. حاليا عاصفة مجهدة. واحد در السلامة. أمطار خطيرة في الكورنيش مدينة قلميم. الحمد لله وأخيرا دست العاصفة. دازت واحد العاصفة مجهدة ورغمتنا كامل. أو الأجواء ديال الشتاء وباقي كاينة الشتاء خوتي كما كتشوفوا الأجواء في الكورنيش. حاليا جيت هاد المكان باش نصور لكم الواد وشدتني الشتاء هنا في هاد المكان. الشتاء مجهدة ولكن دابا نختار تماما. يمكن خوتي غادي نحاولوا نكتشفوا لكم أي حاجة جديدة على الشتاء. المهم ما تنساو اخوتي الا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. يا الله فيديو جديد قادم ان شاء الله بحول الله.